بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ولن مبروك العيد لجميع الاستقلاليين والاستقلاليات وللشعب المغربي. أنا اليوم اتلبت من بعد واحد المدة بعد ما بدأت الحملة على حميد صباط. الحملة الشعب المغربي يعرف ظروفها، ولماذا هذه الإشاعات، ولماذا هذه المغالطات، ولماذا تصريحات في المؤسسة مع كامل الأسف يعني في الإعلام العمومي وبعض الجرائد اللي هي دخلت في هذا المسلسل بعض المواقع. ولكن لابد من هني يعني الضمائر الحية من صحفيين ومن بعض المواقع التي تعرف أسباب النزول، ولهذا مواقفها الحمد لله كانت ثابتة. إذن كل هذه المغالطات وكل هذه الأكاذيب أولا لم تنال من الاستقلاليين والاستقلاليات، لأن يعرفون أن الحرب أولا هي حرب شعواء على تاريخ حزب الاستقلال وعلى تراث حزب الاستقلال. الحرب هي اليوم على المبادئ والثوابت والقيم والأخلاق التي يؤمن بها الاستقلاليون والاستقلاليات. الحرب اليوم على حزب الاستقلال، على تاريخه. حزب الاستقلال سيظل قائما، لأن مرت حروبات كبيرة وكبيرة جدا على رواده الأوائل ولا زالت مستمرة اليوم، وسيظل حزب الاستقلال شامخا إلى الأبد. ولهذا دات واحد الحملة وكانت الإشاعة المغالطة الأولى وأن حميد صباط يملك أرصدة بنكية في الخارج وخصوصا في فرنسا وبلجيكا عن طريق جريدة الأخبار. حزب الاستقلال هو صاحب يعني فكرة من أين لك هذا، منذ الوثيقة التعادلية في سنة 1963. هذه الوثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية لتدرس في العالم إلا في هذا الوطن الحبيب. ولهذا احنا بالنسبة إلينا لابد من أكد أن هذا كله افتراء وكذب. حميد صباط لا يملك درهما واحدا خارج الوطن. ثانيا، المغالطة الثانية كانت هو أن حميد صباط الأمين العام لحزب الاستقلال يحمل جنسية إسبانية، هذا كذلك كذب وبهتان، وهذا ملفات هي الآن في المحاكم. حميد صباط أولا لما قدم يعني تصريح بالممتلكات دياله كان صادقا، لا 2005 ولا 2009 ولا 2011 ولا الآن في 2016، يعني هذه قناعة على أن حزب الاستقلال دائما يؤمن بالأفكار التي يأتي بها وخصوصا محاربة الفساد والاستبداد. ولهذا بالنسبة إلي أنا لما صرحت بداية 2017 كان آخر أجل، وكنت من أول المصرحين بممتلكاتي. التصريحات السابقة موجودة في المجلس الأعلى للحسابات. حميد صباط الدار الذي يملك هي منذ سنة 1985. حميد صباط وعائلة حميد صباط ساكنة في جزيرة سيمف اللي كنت أشتغل بها كرئيس مصلحة. خدينا العمال والأطور واحد جزيرة بأثمنة رمزية آنذاك، لأنها كانت جماعة قروية. إذن 85 اليوم وليس ما بين سنة 2008 كما قيل 2016. ثانيا، حميد صباط يملك هكتارين أراضي عرشية اللي هي غير محفظة ومشترات من ذوي الحقوق، هذو جوج العقارات. ما تبقى وما كتب من عقارات وعلى رأسها أن هناك أرض يعني كما سماها وفيرما ديال 22 هكتار ضيعة، هذا ما كاينش نهائيا. لا أملك أي عقار ديال 22 هكتار بسيدي خيار. سيدي خيار كان مركز ديال الجمعية ديال النقابة ديال الحزب، وهذه الجمعية اللي تنترأسها فيها 4 هكتارات وهي مخصصة للأعمال الاجتماعية. الحديث عن امتلاك صباط لمحلين تجاريين رقم 87 و88 بين نرجس غير موجودة، وكذب وبهتان وافتراء على صباط وعلى عائلته، وتتدخل بطبيعة الحال في إطار الحرب الآن على حميد صباط والأسرة ديالو وعلى حزب الاستقلال. جميع الأسرة ديال حميد صباط هادو راشدون. الابن الأول عنده تقريبا 39 سنة الآن، وأصبح رئيس جماعة
في انتخابات ديال 2015 وبرلماني عبر اللائحة الوطنية ديال الشباب ويقوم بتجارته منذ صغار سنه، لأن الظروف ديال الأولاد فيما خص دراسة بعد أحداث 14 دجنبر 1990 سنتين ما درسوش الأولاد، وعاد بقينا تنحاولوا أنه في مدارس خصوصية باش يمكننا عندنا هذا، ولكن حميد صباط عمره ما دخل باش يكونوا ولادو إما في مناصب ووظيفة ديال الدولة، وإما بالعكس اختاروا القطاع الخاص. ولهذا كذلك لما تنهضروا على نوفل صباط تنهضروا أنه كتب 166 حي القدس بن سودة اللي هي الدار التي أمليك من 85، كذلك دار أنها مقهى نضال هي في ملك نوفل صباط. أبدا ما كتبش نوفل صباط، هذه هي في ملك حميد صباط، هذه هي الأولى. ثانيا واحد الحديث على أن حميد صباط كتب للزوجة ديالو الأبناء ديالو، هذا خلط، هذا خطير جدا، لأن فاطمة طارق من 1987 وهي تمليك القطاع ديالها 87 قبل ما يكون حميد صباط في أي مسؤولية من 87، هي أنا كنت موظف من 73 يعني 40 سنة الوظيفة، هي كانت موظفة كذلك موظفة ديال الدولة، وكانت عندها انذاك كاين الخيارات فيما يخص العقارات كانت باثمانات بخسة جدا، اذا من 87 وعندها العقار ديالها. فيما يخص الضيعه اللي تهضر على انها 2015 2016، هذا كذب، هذه مسائل اللي هي مثبوته وبالوثائق. الكلام على 8 ديال العقارات و10 هو عقار واحد فيما يخص العقار ديال زوجتي اللي هو في طريق اللي هو ما بين جماعتين قرويتين في إموزار عمالة صفرو، هذا عقار واحد ديال 11 هكتار في العالم القروي، هذا بالضبط وموثق مشرية ب 20 مليون للهكتار، 20 مليون للهكتار. إذا ما كاينش بقاش شي تيقول 18 المليار، شي تيقول 10 المليار، وكاين الشعب اللي تصدم لأن من الإشاعات اللي كانت مطلوقة على حميد صباط وترواد حميد صباط كان الناس يقدروها بمئات الملايير، ولكن الحمد لله كل ما يحدث هو فيه خير لحزب الاستقلال ولعائلة حميد صباط. إذن كل هذه الممتلكات اللي تسمى ضيعات، ضيعات لا اللي عند نابيل ولا اللي عند نوفل، هذه ضيعات بعدها، هذه أراضي عرشية لما تحتاج الدولة الأراضي ديالها تؤدي أثمنتها لذوي الحقوق، لهذا هذو ناس الوليدات اللي خدامين تيستمروا في اراضي فلاحيه، وهذه الاراضي الفلاحيه وهذه الاراضي العرشيه احيانا تكون ما بين 3 4 5 مليون للهكتار، واحيانا تكون ب 10 مليون للهكتار حسب المواقع. اذا لما تنشوفوا هذا الشيء كله وهذا التعمار ديال 40 عقار، لا وجود 40 عقار، لان تيكونوا ورثه، تيكون ورثة مثلا 10 الورثة كل واحد عنده سميته، ولكن هو عقار واحد. ولهذا 40 سنة ديال العمل داخل الوظيفة، 20 سنة داخل البرلمان، 18 سنة في العمل الجماعي، 5 سنوات البرلمان ديال الزوجة حميد صباط والابن برلماني، العمل ديالنا لما تنجمعوا هادشي مع العمل التجاري اللي تقوم به العائلة تلقاو واحد الغلاف ديال 5 ديال المليار مداخيل، وتلقاو هذه الممتلكات اللي تنهضروا عليها هي في حدود 2.5 مليار، معناه أنه نصف الوظيفة. ولهذا من أين لك، هذه مسائل مضبوطة الحمد لله وبالأرقام. ولهذا لا بد ما نختم بشكر كل الاستقلاليات والاستقلالي اللي ما نساقوش مع هذه الأكاذيب ومع هذه المغالطات ديال واحد المجموعة ديال الناس اللي الشغل الشاغل ديالهم الشوشارة وخلق الفتنة داخل حزب الاستقلال. إذن هذا بيان حقيقة للرأي العام ولكل متربصين بحزب الاستقلال، تنقول لهم كفى، ولكن لن يزيدنا هذا إلا دفاعا عن التوابيس ودفاعا عن المبادئ ودفاعا عن القيم وعن الإنسية المغربية. فتحية لكل الاستقلاليين، وأدعو الجميع إلى التعبئة من أجل إنجاح المؤتمر 17 إن شاء الله، غادي يكون مؤتمر التمييز واللي غادي يكون تحصين أساسي وضروري لحزب الاستقلال من كل الدخلاء ومن كل الخونة. شكرا، ومبروك العيد مرة أخرى.